السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار التاسعة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. أبدأها بأبرز العناوين. وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تدعو إلى الاستفادة من خدمة السداد الموحد للخدمات العدلية. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يفتتح المؤتمر الدولي الثالث لتنمية الموارد البشرية تحت شعار الصحة النفسية في بيئة العمل. وزارة الإسكان تواصل توزيع الوحدات السكنية في مدن سلمان وشرق سترة واللوزي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل التاسعة. دعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المحامين والمتغاضين إلى الاستفادة من خدمة الدفع الموحد للخدمات العدلية المتوفرة عبر بحرين دوت بي اتش، وتتيح الخدمة لأصحاب الشأن إمكانية دفع المبالغ المالية المستحقة لمعاملاتهم لدى الوزارة من الأمانات المستحقة أو الرسوم الخاصة بالدعاوى القضائية والطلبات ذات الصلة مع إتاحة خاصية السداد لكامل المستحقات في معاملة واحدة. وأكدت الوزارة أن تدشين خدمة الدفع الموحد تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتسهيل إجراءات سداد المبالغ المستحقة من خلال توفيرها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان المؤتمر الدولي الثالث لتنمية الموارد البشرية الذي تنظمه جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية تحت شعار الصحة النفسية في بيئة العمل، وذلك بمشاركة العديد من المؤسسات ذات العلاقة والمتخصصين من داخل وخارج مملكة البحرين. وخلال المؤتمر أكد حميدان على أهمية دور الصحة النفسية للموظف في الارتقاء بالإنتاجية في أي مؤسسة وضرورة المحافظة على الجوانب النفسية خصوصا في وقت الأزمات الكبرى. ويهدف المؤتمر إلى استعراض أفضل الممارسات الناجحة لبناء مؤسسات وشركات وبيئات عمل أكثر صحة لدعم الصحة النفسية للموظفين والعاملين في مختلف المنشآت. ضمن التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40,000 وحدة سكنية وإنفاذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 2,000 وحدة سكنية إضافية على المواطنين، واصلت وزارة الإسكان تسليم شهادات التخصيص بمدينة شرق سترة وتسليم المفاتيح في مدينة سلمان وضاحية اللوزي لأصحاب الطلبات ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة. وأكدت وزارة الإسكان على مواصلة عملية التوزيعات الإسكانية على المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين بوتيرة عمل متسارعة ضمن الجدول الزمني. أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التسجيل للتطعيم المضاد لفيروس كورونا فايزر بايونتك للفئة العمرية من 5 وحتى 11 عاما، وذلك مع وصول الدفعة الأولى من تطعيم فايزر بايونتك الخاص بهذه الفئة العمرية. وحثت وزارة الصحة كافة أولياء الأمور الراغبين في تطعيم أطفالهم من الفئة العمرية المذكورة إلى المبادرة بتسجيل أطفالهم لأخذ التطعيم عبر تطبيق مجتمع واعي أو الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة.
منوهة بأن التطعيم سيكون متاحا في مركز التطعيم بمجمع سترة التجاري، كما يتطلب تسجيل موافقة ولي الأمر قبل أخذ التطعيم للراغبين من هذه الفئة العمرية. مشاهدينا، وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة بسمة صفار، استشارية صحة عامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة. أهلا بك دكتورة معنا في التاسعة. يعني بداية مع وصول الدفعة الأولى من تطعيم فايزر بايونتك الخاص بالفئة العمرية التي ذكرناها من 5 سنوات وحتى 11 سنة، ما أهمية المبادرة بأخذ التطعيم والجرعات المنشطة أيضا خصوصا لهذه الفئة العمرية؟ مساء الخير. طبعا من منطلق تأمين الحماية لجميع الفئات المستهدفة باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، ومع البدء اليوم بحملة التطعيم بلقاح فايزر بايونتك للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما، نؤكد على أهمية المبادرة من قبل أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم لإعطائهم اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد بحسب الفئة العمرية، حيث بدأ مسبقا تطعيم الأطفال من عمر 3 إلى 11 عاما بلقاح سينوفارم، واليوم يتوفر خيار آخر لأولياء الأمور وهو لقاح فايزر بايونتك للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما. طبعا أخذ اللقاح يؤمن الحماية لهذه الفئة العمرية من الإصابة بالمرض ومضاعفاته، ولنعود للحياة الطبيعية، ليعود أبناءنا للمدارس، لتعود الحياة كما كانت مسبقا، يتلقون التعليم في مكانه، فلا بد من المبادرة بتأمين الحماية لأبنائنا في المرحلة العمرية المخصصة، حيث أنهم معرضين للإصابة وقد يكونون أيضا مصدر نقل العدوى للفئات الأخرى الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالمرض بسبب السن أو الحالة الصحية. كما سجلت أيضا حالات إصابة شديدة بين الأطفال أدت إلى عدة مضاعفات في عدة دول. وفي ظل انتشار الفيروس المتحور، فإن أخذ اللقاح بجرعاته الأساسية والجرعة المنشطة أيضا، وخصوصا للفئات الأكثر عرضة للإصابة من المصابين بأمراض نقص المناعة أو من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة والمصابين بالسمنة المفرطة، فينصح بأخذ اللقاح لما له من دور كبير في تأمين الوقاية من الإصابات المتوسطة إلى الشديدة. ومن منطلق المسؤولية والحماية لأنفسنا وللآخرين، ندعو الجميع بالمبادرة بأخذ اللقاحات والجرعات المنشطة للتصدي للفيروس ومتحوراته. نعم، نتمنى السلامة للجميع. الدكتورة بسمة صفار، استشارية صحة عامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. لجنة التقييم العليا لمشروع لامع تقيم مشروعات المرحلة الرابعة والأخيرة. أوصى مجلس أمانة العاصمة في جلسته الاعتيادية بالموافقة على مقترح هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشأن تصنيف وتغيير تصنيف عدد من العقارات في منطقة العكر الغربي مجمع 624 والعكر الشرقي مجمع 623. كما ناقش المجلس مدير إدارة المخلفات المنزلية بوزارة شؤون البلديات المهندس لمياء تلفت عن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات التي تم إقرارها من مجلس الوزراء في فبراير لعام 2018. وأكدت مدير إدارة المخلفات إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الإدارة المتكاملة لعمليات إدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات القياسية والصحية والبيئية والفنية المعتمدة دوليا.
نظمت إدارة التوعية والتثقيف بالمركز الوطني للأمن السيبراني بالتنسيق مع قسم التربية الكشفية بوزارة التربية والتعليم ورشة عمل عن بعد تحت عنوان مفهوم الأمن السيبراني، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 وحتى 18 من يناير الجاري بمشاركة أكثر من 300 طالب. وتضمنت ورشة العمل العديد من المواضيع الأمنية ذات الصلة والموجهة للفئة العمرية الأقل من 18 سنة، والتي تهدف إلى بناء مفهوم الرقابة الذاتية ونشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت. كما تم تسليط الضوء على مفهوم الأمن السيبراني والمخاطر التي قد تواجه مستخدمي الإنترنت والتوعية بأهمية التصدي لعمليات الاحتيال والتنمر الإلكتروني والإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة في وزارة الداخلية. استعرضت المجموعة المتأهلة من المشروع الوطني لامع مشاريع المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع، وذلك بهدف الاطلاع على مشروعاتهم وبرامجهم والعمل على تقييم تلك المشروعات وفق الأسس والمعايير التي تم اعتمادها من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة. وتضم لجنة التقييم العليا كل من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. يذكر أن مشروع لامع هو مبادرة شبابية تحت مظلة مبادرات وزارة شؤون الشباب والرياضة، التي تم تنظيمها بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والذي يهدف إلى خلق قيادات شبابية واعدة. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وصلنا إلى الختام، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق VHTVN راديو. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.